بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استمرار في ارتفاع درجات الحرارة وكمان استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. يا صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير لحضرتك استاذة هالة وعلى كل السادة المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. اهلا بحضرتك. يعني يمكن احنا لاحظنا ان النهارده في ارتفاع تقريبا درجتين لثلاث درجات على اغلب الانحاء، يعني امبارح كانت درجه الحراره 35 او 36، النهارده 38 مثلا في القاهره ومعدل 40 في جنوب البلاد في محافظات الصعيد. طمنا بقى تفاصيل الجو ايه والموجه الحاره دي يعني هتخلص امتى؟ مش هقول هتستمر، اللي هتخلص امتى؟ فعلا احنا النهارده يمكن هنسجل اعلى درجات حراره على مدار الاسبوع كله، فاليوم يعتبر هو الاسخن على مدار هذا الاسبوع، ذروه الارتفاعات النهارده بالظبط على مدار الاسبوع ده. لكن خلينا نقول انها مش ارتفاعات كبيره، يعني يمكن لحد دلوقتي شهر اغسطس لسه ما شفناش فيه درجات حراره قاسيه او كبيره زي اللي كنا بنشوفها في 7 او في شهر 6. درجات الحرارة كلها طوال هذا الشهر تراوحت ما بين ال 36 ل 35 درجة مئوية، اليوم تحديدا متوقع انها تصل ل 37 درجة بالنسبة للقاهرة، فدي تعتبر الأعلى على مدار هذا الأسبوع، وكمان بتوصل اليوم ل 45 درجة مئوية يتم قياسها في الظل على محافظات الجنوب، فدي بالفعل تعتبر درجات حرارة عالية بشكل ملحوظ عن الأيام اللي فاتت خاصة على محافظات جنوب الصعيد. يمكن باقي ايام هذا الاسبوع هتتراوح درجات الحراره بالنسبه للقاهره ما بين ال 35 ل 36 درجه مئويه، كمان محافظات الجنوب على منتصف هذا الاسبوع متوقع ان يحصل عليها انخفاض بمعدل درجتين لثلاث درجات، وتكون العظمى على جنوب الصعيد منتصف هذا الاسبوع 42 درجه مئويه ده خلال ساعات النهار. وبالتالي نقدر نقول انه استمرار للاجواء شديده الحراره والرطبه خلال ساعات النهار على اغلب مناطق الجمهوريه. لكن العنصر الاهم طبعا اللي بنبص ليه بشكل مهم مع درجات الحراره هو ارتفاع نسب الرطوبه. نسب الرطوبه طبعا خلال شهر 8 بتكون هي الاعلى على مدار الاشهر الصيف. وبالتالي استمرار ارتفاع نسب الرطوبه سواء خلال ساعات النهار او خلال ساعات الليل بتكون هي المسببة لإحساسنا بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة. علشان كده لما بنقول درجات الحرارة 37 كله بيشعر بيها وكأنها 39 أو 40 درجة مئوية. كمان الرياح اليوم معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية لكن بتنشط أحيانا خاصة خلال ساعات المساء على المناطق المكشوفة أو المفتوحة على العديد من مناطق الجمهورية، يمكن ده بيخفف احساسنا شويه بارتفاع درجات الحراره وارتفاع نسب الرطوبه. علشان كده دايما بننصح الناس بالخروج للاماكن المفتوحه او الحدائق المكشوفه خلال ساعات الليل. يمكن اليوم كمان بتنشط الرياح بشكل ملحوظ على الشواطئ الغربيه للبحر المتوسط، بنتكلم على بدايه من السلوم، مطروح، العلمين، حتى اسكندريه وشواطئ بلطيم، وكمان شواطئ من خليج السويس، فدي بالفعل اليوم عليها ارتفاعات للامواج ممكن توصل عليها ل 2.5 المتر، لكن طبعا باقي شواطئ مصر سواء شواطئ البحر الاحمر او الشواطئ الشرقيه للبحر المتوسط كلها طبعا في الحدود الامنه. يمكن كمان خلال ساعات الصباح الباكر مستمر معانا الشبوره المائيه الخفيفه اللي تتلاشى بمجرد سطوع اشعه الشمس، واليوم وغدا ايضا استمرار لحاله الامطار اللي بتصل لمتوسطه ورعديه احيانا، لكن بدات رقعتها تنحصر شيئا ما، تكون فقط على مناطق من جنوب الصعيد زي مناطق من اسوان ابو سمبل ومناطق من جنوب الصحراء الغربيه. يعني يمكن يا دكتور محمود كمان من الملحوظ ان في فرق كبير ما بين درجات الحراره العظمى والصغرى، يعني مثلا العظمى والصغرى في محافظات زي قنا وسوهاج تحديدا يعني جنوب البلاد فرق 15 درجه ما بين الصبح وبالليل. 15 مش 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 مثلا 7 8 درجه، 15 درجه ده فرق كبير ما بين يعني الصغرى والعظمى. الصعيد بالتاكيد جنوب الصعيد بيسجل عظمى في حدود ال 45 درجه مئويه، دي بتسجلها محافظات الجنوب زي اسوان والاقصر وقنا، كل دي بالفعل تصل فيها درجات الحراره خلال ساعات النهار ل 45 درجه مئويه، وبالتالي لما بتنخفض خلال ساعات الليل مش بتكون زي القاهره لكن بتكون في حدود ال 30 ل 31 درجه مئويه.
فدي وان كان الفرق كبير ما بين العظمى والصغرى زي ما حضرتك ذكرته بيوصل ل 15 درجه، لكن خلينا نقول ان ال 30 و31 درجه مئويه خلال ساعات الليل دي تعتبر برضه درجات عاليه بشكل ملحوظ، وبتكون الاجواء طبعا مائله للحراره، ودي بتكون اعلى درجات حراره على مستوى الجمهوريه. ففي الحاله دي مش بنبص للفرق الكبير ما بين العظمى والصغرى زي ما بنبص للقيمه نفسها اللي بتسجلها الصغرى، انها مش قيمه منخفضه ابدا خلال ساعات الليل، طبعا مع ارتفاع نسب الرطوبه ليلا الى حد ما على المحافظات الجنوبيه بعد ما كانت نسب الرطوبه هناك بتكون منخفضه، لكنها تعتبر اعلى شويه من معدلاتها بسبب كميات الامطار المتساقطه او الكتل الرطبه اللي بتكون قادمه من محافظات الجنوب، دي بالفعل بتؤدي لارتفاع نسبي في نسب الرطوبه هناك. طيب حضرتك ذكرت ان النهارده ذروه ارتفاعات درجات الحراره، الموجه الحاره دي هتخلص امتى او على الاقل هتبدا بالانكسار امتى؟ خلينا نقول زي ما ذكرنا في البدايه النهارده تعتبر اعلى درجات حراره باقي الاسبوع بتتراوح ما بين ال 36، يعني من بكره هتبدا القاهره تسجل 36 درجه مئويه، على منتصف الاسبوع 35 درجه، وبالتالي ال 35 درجه تعتبر هي دي المعدلات الطبيعيه لدرجات الحراره خلال شهر 8. حتى كمان محافظات الجنوب هتنخفض ل 42 درجه مئويه، فهي الفتره دي نقدر نقول ان مفيش تغيرات قويه في درجات الحراره، مفيش شذوذ قوي في درجات الحراره زي اللي كنا بنشوفه الشهور اللي فاتت، لكنها مش بتنخفض اقل من معدلاتها الطبيعيه. يمكن احنا دايما في شهر 8 او في شهر 7 بنلاقي هي ترتفع عن المعدلات الطبيعيه، لكن ما ينفعش تنخفض عن المعدلات الطبيعيه بالتاكيد، لكن في بعض السنين كانت بتنخفض، يعني بعض السنوات كان بيحصل ارتفاع اعلى من المعدلات وايام ثانيه اقل من المعدلات. هذا الشهر حتى الان لم نرى فيه لا ارتفاعات اعلى من المعدلات بشكل ملحوظ ولا انخفاض في درجات الحراره عشان تكون اقل من المعدلات، كلها يا اما حول المعدل يا اما اعلى من المعدل بحوالي درجه، وده مستمر معانا طبعا لمده اسبوع قادم ان شاء الله. فده يبقى توافق اجمالا مع التنبؤ اللي اصدرته هيئه الارصاد الجويه مسبقا لشهر 8 انه هتكون في عدد الايام اللي فيها درجات الحراره اعلى من المعدلات، عدد الايام ده هيكون اقل من اللي شفناه في 6 وفي 7، لكن اجمالا لما نيجي نحسب درجات الحراره في شهر 8 في نهايته هنلاقيه اعلى من المعدلات الطبيعيه لكن بقيم طفيفه. طيب اخيرا يا دكتور محمود، بالنسبه للامطار الرعديه على جنوب البلاد، على اسوان وابو سمبل وحلايب وشلاتين اللي بتصل لحد السيول، دي هتنتهي امتى؟ يعني ممكن نقول النهارده وبكره، يعني بدات تبان البوادر، بوادر الانتهاء بدات تبان شويه، بدات تنحصر المناطق، ما بقتش الرقعه كبيره زي الفتره اللي فاتت. يمكن الايام اللي فاتت كانت الامطار على القطاع كبير من جنوب البلاد، بيشمل سواء الشرق او الغرب او اقصى الجنوب، لكن النهارده وبكره فرص الامطار منحصره على اسوان ابو سمبل مناطق من جنوب الصحراء الغربيه. ان شاء الله نقدر نقول انه من يوم الثلاث يمكن تنحصر فرص الامطار بشكل ملحوظ على المناطق الاقصى جنوب البلاد، لكن خلينا نقول ان تكرارها وارد حتى لو انتهت او انقطعت بعض الايام، لكن تكرارها وارد طالما وجود هذا الحزام المداري او الفصل المداري بالسحب الغزيره والامطار الغزيره والرعديه على السودان واثيوبيا. وارد طبعا من يوم للتاني تمتد لينا اثار هذه الامطار شمالا. طبعا بنقول دايما ان ما حدث هذا العام استمرار هذه الامطار لمده تتجاوز العشرة ايام وتعمقها بشكل ملحوظ على المحافظات الجنوبيه، بالفعل ده اللي يعتبر غريب هذا العام، وطبعا هيتم دراسته بشكل مفصل من قبل الهيئه العامه للارصاد الجويه. بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي كل الشكر، دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. وتعالوا مع بعض دلوقتي كده نتابع درجات الحراره متوقعه النهارده في القاهره والمحافظات. متوقع القاهره العظمى فيها تكون 37 والصغرى 27 والعاصمه الاداريه 38 26، الاسكندريه 34 24 والعلمين الجديده 33 24، مطروح 33 25 ودمياط 33 26، بورسعيد 33 27 والاسماعيليه 39 26، السويس العظمى فيها 38 والصغرى 27 والعريش 34 24، كاترين 33 17 وطابة 36 27، حلايب 36 30، شلاتين 41 32، شرم الشيخ 41 30 والغردقة أيضا 41 30، أما الفيوم 39 26 وبني سويف 39 25. الوادي
الوادي الجديد 45 28 واسيوط 41 27 سوهاج 43 28 وقنا 45 30 الاقصر 45 30 ايضا واسوان 46 31 ودي كانت نشرتنا الجويه المفصله مع جميع التحذيرات اللي قالتها لنا هيئه الارصاد الجويه. دلوقتي هنعود مره تانية هنا في الاستوديو لمحمد ومنى عشان نتابع فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا.